راتي بالي فيدي داهزين لدرهمات بالخال الخالي. صح لسانك يبا، هلا والله بلب البطل. الحين بقهويك وبيك تمخمخ علشان بفاتحك الموضوع. خير ان شاء الله وانا ابوك. تبي تعرس؟ والله اذا نجح المشروع والفلوس لعبت بيدي ابعرس وبزوجك بعد. تزوجي بعد انا؟ يعني ازوج انا وياك؟ ايه بليله واحده. وش هالمشروع هذا؟ بيض مسلوق ولا شكشوكه؟ لا يا يب الله يهديك، لا بيض مسلوق ولا شكشوكه، المشروع له علاقه بالدواجن، يعني بشتري فقاسات وهاتك تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن. طيب والمشروع هذا وين ابوك؟ كم يكلف؟ يا يبا دراسة الجدوى تقول ان تكلفة المشروع 200,000 ريال بس. 200,000 ريال؟ تبيه نبات خمس ولا شيك ولا حولها بحسابك؟ شكلك تطقطق علي يبا. اي بالله اطقطق عليك، فقاسات وبيض وفروخ وما ادري شنو، اقول لك قبل الحني قب. يا يبا اسمع كلامي، الفلوس تبي تلعب بين ايدينا، خلنا بس نسوي هالمشروع هذا ونتوكل على الله. اقول لك اذب على وجهي. سم السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا عم. هلا 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 هلا. والله انا لي 3 ايام ما طبيت بيتي ولي يومين ما اكلت. ايه والمطلوب؟ والله كلك نظر. هذه 10 ريال. بس ابيك تدعي لي المشروع الجديد حق الفقاسات. الله يرحم والديك ويجزاهم الجنه. كنك ما دعيت لي يا عم. والله المشروع الجديد يحتاج له دعم اكبر. اها هذا نظامك؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. عطنا واحد همبرجر وصحن بطاطس وصحن سفري شطه كاتشب مايونيز. 10 ريال حسابك. عادي بكره ادفع. للاسف ما اقدر والله، اعتذر منك. اجل كنسل الطلب. حاضر ابشر ولا يهمك. ابوك الجوع وش السفات الحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ما أكلت يا أبو شبيب. وش تقول؟ أقول عسى ما أكلت. لا والله ما أكلت. طب عادي تعطيني 10 وارجح لك بكرة. أول مرة أشوف واحد يشحذ من شحال. أنا شحاد، عطني إياها. يا شين اللي ما هو عند سلمته.
روح شوت يا عيال. الوالد رفض فكرة المشروع. شلون يعني نلغي المشروع؟ وليش نلغيه؟ ننقص من قيمته. كم حنا متفقين من فقاسة؟ 5 فقاسات. طيب نخليها 3. 3 فقاسات كم بتكلفنا؟ تقريبا 120,000. حتى 120,000 غالية. طيب ليه ما نغير الفقاسات؟ نجيب ملابس أو أي حاجة كذا تكلفتها 20,000 وكل واحد فينا يقود 5,000. لا يا شيخ، وش ذا المشروع البايخ؟ ما يزبن ولا قطة الاستراحة. خلاص خلاص كنسل المشروع. بس العب على بلاي ستيشن. عشرة، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. فلوسي فلوسي. يا ابو شبيب، مو هو بعامر اللي يرجع بكلامه. هذه 10 ريال اللي اخذتها منك امس. ابو شبيب، ايش السالفه؟ سلامات يا ابو شبيب، وش السالفه؟ وش بك؟ وراك قلب بعير. وش بك يا ابو شبيب؟ بعدين وش سالفه الرجال اللي طلع من عندك اخر الليل؟ لا يكون تشتغل بالممنوعات. انت شفته؟ واحد طلع من بيتكم الزباله وركب سيارته ومشى. وش سيارته؟ وش شكله؟ 1.5 مليون. انت عندك 1.5 مليون؟ اي عندي، عندي 1.5 مليون. هذا شقا عمري. طيب دام عندك 1.5 مليون، وشو اللي تشحد؟ يا ابن الحلال، انا ما جمعت ال1.5 مليون الا من الشحاده. ورا تاخذ منك اليوم 10. اللي صار صار. الحين انا ابي فزعتي. فزعتي بوشو؟ انت المفروض ابلغ عنك. انت مبلغت علي. وش تستفيد؟ أنا عندي القشور. وشو؟ رجعت لي 1.5 مليون اللي سرقها الحرامي، أبعطيك نصفها. من جدك؟ إي من جدي. أنا بعطيك 750,000 ريال. واللي يرجع بكلامه؟ يا شيخ بلا وغدنا. يا عيال موضوعكم انتهى. كيف؟ ضبطتكم 750,000 ريال. عامة كنا محتاجين 200,000، كيف جبت 750,000 انت؟ اطلخوا يا عيال، مالكم الا اللي يرضيكم. 750,000؟ يعني ما نجيب 5 فقاسات، نجيب 15 فقاسة. دقيقة طيب، وشلون جبتها؟ ابد ما عليكم، دبرتها. دبرتها؟ اي عامر، لا تكون طريقة منا ولا منا، انتبه بس. لا منا ولا منا، تيسرت. طيب كيف جبتها؟ الموضوع طويل، والفلوس بتكون معنا، بس بمقابل. قبل ايش؟ نمسك الحرامي. اي حرامي؟ اللي سرق ابو شبيب. مين ابو شبيب؟ الطرار. واقولكم على سفرتنا انا والعيال في السنوات الاخيره لاوروبا، الله اكبر، شيء عجب. بس ان ارتبكنا شوي وخفنا يوم قامت الطياره تهزبنا شوي تركض بنا. ام الغزلان ما شاء الله دم من يكثر في ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا. هذا ابو شبيب اللي قد قلت لك عنه؟ لا ما اخذه. وش عندك؟ والله انا انسرق لي 1.5 مليون. افا 1.5 مليون؟ وشلون انسرق ذي؟ والله ابد، واحد انقمز بيتي وسرقهن. ها شفتوا يا اخوان؟ شفتوا؟ شفتها مفلح؟ اي نعم. انسرقت من خزنته. من الخزنة؟ ما هو من الخزنة، انسرقن. أجل وين انسرقت منك؟ من الفريزر. شفتوا شفتوا شو يقول؟ يقول من الفريزر. هذا 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 تجميد أموال هذا. الحمد لله. الحين قل لي يا ابو شبيب، الحين وش سنعها يومك تحط الفلوس في الفريزر؟ ما
محل ما أحد يتوقع طال عمرك. الظاهر طال عمرك إن الحرامي كان جوعان، نص الثلاجة يبي ياكل، يوم فتح ولقى فلوس قدامه قال يا ولد جتك من الله، شال أو بشا. وصات 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 يا قربها للي قالها الأخ. لا الحين قل لي ورا ما حطيت فلوسك في البنك، وبعدين وش تشتغل أنت؟ أشتغل طرار. طرار! تعال يا ولد تعال تعال، الله يقول طرار تعال اخلص. طرار دق على ياسر. هلا ياسر، وينك؟ قريب؟ عشوة. اوكي اوكي ننتظرك. لا تتأخر ها؟ يلا يلا سلام. يا خلونا ناكل، ايش هذا؟ كل ما نجيب اكل تدلونا فيه؟ لا يا شيخ، تبي نسحب على خوينا؟ اصبر بطنك في دود انت. كلب! انا كلب؟ لا شكلك الليلة ما انت معديها على خير. اقسم بالله كلب. هاه 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 هاه، صل على النبي صل على النبي يا ابوي صل على النبي. اشبه ما تسمعه وش يقول؟ ما اقصدك انت يا عامر، اقصد الكلب. اي والله كلب عيال، وش جابه ذا؟ هلا بالعيال، هذا هو سكوبي اللي بيطلع لكم الحرام ان شاء الله. كفو يا ياسر. اوه كويس انكم جايبين اكل لان الكلب ما تعشى. وحنا ايش نتعشى؟ ايش هذا؟ الكلب ياكل دجاجه وحنا ناكل شاورما، ليه في بطنه وجود؟ ايه اوكي لا تلكن هالكلب، خليه يتعشى. ايه كل كل بعد عمري كل، تجيك حبه ثاني بخاري بعد، ما عليك من كفته. ولع اللمبات وشكش يا ابويا، ما تشتغل طافي الكهرب. والله ما سددتها. انا اجي للبيت انام وبس، وشو لا تسدد؟ هذا نظامك؟ نعم عندك اعتراض؟ ابوك القعاطه. طيب هل تشك في احد ابو شبيب؟ لا. يوم دخل الحرامي كان معه مفتاح ولا طب؟ وانا وش يدرين؟ الساعه كم صارت الحادثه؟ بالليل، انا شفته يوم طلع وركب سيارته وزبر. مع احد؟ لا ما مع احد. وش نوع سيارته؟ كابرس. وش مديله؟ 2013. وش لونها؟ رصاصي. كم رقم لائحتها؟ ما شفتها. هي انت مخفف تجاوب؟ قلب عليك الموضوع. ياسر شوف شغلك. خلاص يا عم لا تشيل هم، هذا الكلب من افضل الكلاب البوليسيه، بيطلع لك الحرامي في 24 ساعه. يلا عيال مشينا. سكوبي مش قدامنا. ايش هذا الكلب؟ تخلوه يمشي قدامنا؟ تحترمونه اكثر مننا؟ اهرب لك هاف تجيني هاف مهبول انت يا اخي. كل اللي عندي هاس يا اخي، ايش فيك انت؟ هم 42 وحنا 15، ايش فينا سوي؟ وزع 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 وزع. عرفتوا البيت ذا يا عيال؟ بيت صالح خوينا، هذا اللي يزرف ايام المقصف يوم هم المدرسه. اي والله اني شاك فيه الفقي من زمان. الكلب طلع ذكي عنده سالفه. اسف يا كلب. من عند الباب طب. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل تفضل. ابو صالح. هلا هلا. ولدك صالح لنا يومين ما نشوفه بالحاره. إيه الولد طال عمرك ما اخذنا اخته وراح المكه، المكه ياخذ عمره. ايه ما شاء الله. إيه. الله يوفقه. قطو الله يطول عمرك. شكرا يا عم. وش انا مع السلامه.
وجع. وش ذا السالب هذا؟ العذر والسموحة يا عم، هذا الكلب حقي. اقلعه اقلعه ولا تمشي ولا سلام. يلا يا ابوي شغلتنا بالكلب حقك، وبالاخير جايبنا عند بيتنا. الكلب حقك ده ابو كلب ما عنده هرجة. احسن تستاهل عشان ثاني مرة تعرف تطلع الحرامي. يا عيال الحين شو الصوت؟ خلونا ندور مصدر ثاني، شكله ما لنا حظ في 750,000 ريال. انا عندي فكرة. وشي؟ عامر، مو انت تقول انك شفت السيارة؟ الا شفتها. الحالة صغيرة، نروح كلنا ندور السيارة، وإذا لقينا السيارة، لقينا الحرامي. السلام عليكم. عليكم بس، يلا حي عامر، يلا حي. ما عندك معارض اليوم يا ابو خليف؟ والله اليوم عندي ويكند. ويكند؟ طيب نبيك موضوع خاص عادي. ابشر ابشر بعزك عامر. ابد يا ابو خليف، ندور لنا على كابرس 2013 رصاصي، ما تخبر لنا؟ كابرس 2013 رصاصي؟ ابكى لا لا ابكى، عندي فالقرب حقه على الشريطيه، بس الرجال ما يبي يبيع، ما يبي يبيع. شكل هذا الحرامي يوم درى انه بينقفط قال خلنا نبيعه. تقول صادق؟ انا اعلمك الحين وش اسوي. حركاتك هذه ما تخليها دايم. الله يسعدك. في سيارة ملحمة ورانا، شوف. دز دز دز. ها؟ دز دز. يا حبيبي ملحمين فينا الرجال، خلينا نوقف نشوف ايش عندهم. حلال ما عليك منه، لحم ما لحم. هدد صنمي هدد صنمي هدد صنمي. يلا ما تشوف شر ان شاء الله، وهالمره جت سلامات، تقدر تطلع بعد شوي ان شاء الله. يلا الحمد لله على سلامتكم يا شباب. ان شاء الله عليك يا عامر، انت اللي ما جاك شيء. الحمد لله. بشر يا دكتور، كيف وضع العيال؟ لا وضعهم ان شاء الله طيب، ويقدرون يمشون بعد شوي باذن الله. الحمد لله على سلامتكم. يبا هلا هلا. شبيب ابوك؟ اي ابوي يا عامر، وانا شبيب واعرفكم. تعرفنا؟ اي اعرفكم، حنا عندكم بالحاره جيرانكم، لكن ما عمرك شفتني. وش السالفه؟ السالفه يا عامر ان ابوي مفشلني بهالشحاده، ما غير يشحد بالشوارع وانا ما ادري ايش اسوي فيه، والمشكله ماني مقصر معه باي شيء، يعني مرخيله الدنيا كلها. اللي تبي سمي يبا سمي يبا. يعني أنت اللي أخذت الأكياس وطلعتها من البيت؟ إيه أنا أخذتها، لقيت الكهرب طافي وشلتها، خفت إن اللحم يخيش. والأكياس موجودة؟ إيه موجودة كلها؟ إيه كلها. أركب بديتي. فقي ذا فقي، الله يرفع الضغط. لا ترمي معك المكنسة، كان سلحف بنت ابن الحلال. طيب بابا كيف؟ ماما كيف؟ انت كيف؟
اوف 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 وش ذا الحوسة؟ جايهم ذولا؟ صديق ما في خير، جينا والمكان حوسة، شكله ما نظف عقبنا أمس. من يوم ما طلبنا نزيد راتبه، رفضنا، بطل يهتم ولا ينظف. والله حرام نعطي له راتب واحنا نشتغل. صديق! صديق! إيه هرتوا عليه أعطونا حمرة، تراكم مدلعينه. يا صديق! يا صديق! يا صديق! يا صديق! وش جاي ذا؟ مشينا يا عم. هذا مشكلة. قري 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 كثير. كلام كثير، هذا أكل نوم تلفزيون، أكل نوم تلفزيون بس، وراتب ما في قليل، شوية فلوس، أنا كلام في زيادة ما في، كله كسم كسم كسم. أيوة من أصفي أدخل أصفي. سلامات، سامعني مطنش أنت ورا ما جيت. بابا أصفي مشكلة، أنا في كلام بابا ماما أخو مالانا صغير هم هم لقمة أكل، إيش في مشكلة أنت؟ قايل لك يا عامر إنه متغير، بلاكم معطينا وجه فوق اللزوم، ما خرب العمان إلا أنتم. أسمع يا صديق، عليك خصم 200 ريال بعد ما نرجع ألقى الاستراحة نظيفة، تفهم ولا ما تفهم؟ بابا كله كسم كسم كسم، منزير راتب مال أنت بابا. عاد هذا اللي عندي، وإذا تكلمت مرة ثانية أبخصم عليك زيادة، تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم. أشوى، يلا مشينا يا عيال. نزل الجوال. ان شاء الله على كتمي. يا عيال ايش رايكم نسفر صديق ونفتك منه؟ اي والله يستاهل خروج نهائي بلا عوده. مهبول انت وياه، ومن اللي يشتغل عندنا بالاستراحه؟ ها تبون نبلش؟ وش رايكم نستقدم واحد احسن منه؟ يجيكم واحد جديد وتبحلون به، يا بيلكم سنه تعلمونه، هم من يقرب عليكم، هم من يخرب عليكم، الا خليكم على عاملكم بس. وش ورتسوا عليه؟ ادبوه. وهو صادق ولد عمي، نادبه. خل الفخذ حقي ذا، خل كل العيال. الحين وش تبي بذي قطعة غيارة غالي؟ خذ لك يابانية أرخص وتصبر لك لسنين. أناك ما جربتها، تغير رايك. ها وماله نجربه. يلا ايش الجو البيض هذا؟ حط شي خلي تنكس. يلا ولا 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 اها اها اها. ها صالح ما قلت لي كيف الموتر معك؟ والله ماشي ما جاز ما مثل الياباني. عل عل عليه بس. هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه، هو هذا اللي قدرني ورا ما تطب بحجري. ها هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابي. ها الرجال صدمته، الرجال وين رايح؟ وقف 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 الرجال. صاحي انت وراك تسلم وتنحاش. انا عارف ايش انحاش، بيوهقني يقول كنت انا اللي اسوق. لا لا تصيح، تحس مرخمه مثلك. ارفع لومك، هذا ولد عمي. ايش عامر؟ ولد عمك اخطا في حقي يا ابن الحلال. ما اخطا حقك، هذا قضاء وقدر. عيال تتوقع صار في شيء؟ صدموا قوة، اكيد الراجل تكسر، ويمكن انه مات، وفي النهاية انا اللي ببلعها. لا حول ولا قوة الا بالله، خويك هالحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ليتني ما اعطيتك السيارة يا شيخ. ورع انت وياه. خلاص يا اخي هدوا. خلاص خلاص، هنا حفرنا هنا دفنا، قفلوا الموضوع. يا عيال افضل شيء كل واحد يروح بيته. يلا يلا قدامي، يلا همش. you
صديق ايش هذه الوساخه؟ اطلع برا. اصفي ورق بزر اصفي انقلع 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 سو ساهي يلا ما هو سوي ساهي وجع هالطماره ذي ما تستحي عليك والله وضعك انا اللي ما يستحي مين يصدم نفر وينهاص انا والله انت وش تقصد اسقصدنا صدموا قوة اكيد الراجل تفضل ويمكن النهمات وفي النهايه انا اللي ببلعها استانس ولا قوه الا بالله خويك هالحقنا بيربكنا والله مو موهقنا انت يا البزر قالت لي ما عطتك السياره أثريك تسجل لنا يا نذل هذا اللي ما حسبنا حسابه خاين ولازم يعاقب زف وجهك انقلع انقلع عن وضعي عامر أنا الجوال اللي معك أمسح اللي بوه وفارمته اللي بوه وفارمته أنا في ثلاثة نفر واحد صنين ثلاثة كله في ثلاثة نسخة مع ثلاثة نفر طلع مرتب أموره هذا الفقي لازم يتقدم يعني يبغى يضرب أقول كل تبن والفقع أنت يبغى يسوي اثنين زريمة يضرب ويصدم هذا في صدم في ممكن خمسة أسرع ممكن 50 سنة صدم وفي موني يعني في فلوس معلوم ولا ما في معلوم يا صديقي ابن الحلال أنت وش فيك علينا وش تبي بالضبط أنت الحين كلاس يا طويل أنت لا تصيح فك وزب جوال ثلاثة كاميرا وأنا بعدين في فكر إيش أسوي أنا في استراحة مال صغن هذا في جوال ثلاثة كاميرا في صور شباب هذا طباخ هذا كناس هذا آمر حق مصاوير ودي جيب تارو هذا سواق مالنا هذا يزهك أنا قول له شباب مع السلامة مع السلامة قول صوت مع السلامة مع السلامة مع السلامة سلام ورحمة الله وبركاته ليه ما في انت السلام كويس صديقنا ايه كأنك سبت مون علينا لا يكون بس بترسل مقطعنا لأخوياك ايوه انا في يرسل اسفي مشكلة في سي عندك سي يا بزر يا ورع لا لا ما في مشكلة بس إن شاء الله بتحذف المقطع أحذفه الحين أنا جيعان أبي أكل خابر لك بوفية البطلة أقول اسكت يا بزر ألفقة أنا يبي مطعم فايف ستار لا يا شيخ ما بقى الله كله نفرات برد يلا هيهم هذا المطعم وجبنا أكله وأي شيء تطلبه بنسوي لك إياه بس وش تبي مننا يا صديق إيش كلام أنت يا صديق شيخ صديق ما في كلام صديق كلام شيخ تخسى ما يخسى إلا قسمك أنت وضعك خلاص يا عامر روقنا تكفى خلاص يا صديق أنت الشيخ أنت شيخنا كلنا يخسى ويعقب في كلام ثاني أنا يبغى زيادة راتب 3000 هذا اللي ناقص يا عيال قوم بلغ على أنفسنا ترى ما صخ هذا أنت لو يبلغ عني كلكم إن شاء الله كلابوس أنا أقول يا عيال ننفذ طلباته ونفكنا من وجع الدماغ هذا صحيح صحيح صو أنت وهو هذا قوتي أنت ترمبة ترمبة معلوم أنتم في طلب بسيط صغير اوه هذا اللي ما يعطى وجه اوه هذا اللي ما يعطى وجه اقول لك ابي عارس ابي ولد يصيل اسم مال انا من زين اسمك ولا من زين خشك لا من زين خصك انت وجهك وذبحك وصنبك ذا اللي تقول اريل ايه اقول اخلص علينا وش تبي فلوس ما في مال مهر عرس ما في وسقة ما في ذهب ما في تقطوا انتم كراتين قواطي ترمبات تقطوا وعرس ابي عرس راحة يا ليل من وين جيب لك عروسة انت وجهك بعد
لا لا ما في مشكلة. أما أنا كومار استهيت على وجهي. في 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 بنتنا يا رساليها إن شاء الله، بس أنتم دبروا أنفسكم شوفوا الموضوع إن شاء الله. Good very nice. آئیے آئیے خوش آمدید. شکریہ شکریہ شکریہ. عاد وراكم لبسينها ناموسية علشان البعوض ما يقرصها. ما في مشكلة، اكسف اكسف. ما شاء الله ما شاء الله، وش ذا الزين. شكرية. ايوه 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 وش ذا الزين، انا ما عرس. ما شاء الله الظاهر اعطيتكم وجه. اقول بزر اسا اكل اكل نفرات. يلا ورع. ابشر ابشر. يلا يلا عيال مشينا. يلا هيهم يلا هيهم. تفضلوا حياكم الله على واجبكم. يلا هيهم تفضلوا على واجبكم. يلا هيهم. مستر وزد أنت وهو ما تستعون. لا يا شيخ كنك فليتها. أقول واسكت لا أسمع صوتك. المفروض زايب للرزازيل مفطة. أبشر الحين أجيب لك مفطة. انقلع. بس لا تطق. سل أنت وياه. سام أبشر. يلا شيخ. يلا يلا هيهم. يا هلا يا الله يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. عندكم مفطح؟ عندنا مفطح. كم؟ عندنا نوعين، الصغير ب 1300 والكبير ب 1700. أجل عطنا الصغير. لا 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 عطنا الكبير. الكبير ايش فيك انت بيفصل علي ذاك؟ كبير؟ اي نزل كبير. الو نزل عندك واحد مفطح كبير الآن. لو سمعت نص دجاجة مندي وكثل لي الزبيب. خير تويا؟ مضيعين شي بوجهي؟ لو سمحت. نعم. قد انصدمت؟ ايه. متى؟ قبل اسبوع. تتذكر اللي صدمك؟ ايه زوجتي لما طلبت مني الطلاق. وين؟ مو قصده صدمة عاطفية، صدمة موتة. ايه انا كل اسبوع انصدم مرتين ثلاث، لكن ربي يستر عليه. قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اجل انت اللي صدمناك قبل اسبوع. ايه انا الوحيد اللي في الرياض ينصدم ولا يجيني شيء. قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اجل ابشر بالمفطح تستاهله. مفطح مفطح وشو؟
هذا المفطح هدية لأن صدمناك قبل يا عم. بيض الله وجهكم، أجل خلوني أروح أقرب السيارة، وأنت مع دبي دجاج. طيب لو سمحت الحساب. كم الحساب؟ 1700. أبشر القطة عيال. حرام عليك يا عم، ما شفت السيارة قدامك؟ يلا تعال خليني اوديك المستشفى بسرعة بسرعة. ما يحتاج ما يحتاج، قول ما شاء الله ما شاء الله. لا يا عم لازم لازم اوديك، اطمن عليك. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. حياك حياك. الحمد لله ان الله سلمك، بس لازم نطمن عليك ونسوي اشياء. اوه ابو محمد، لا 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 ده مش محتاج اشياء ولا اي حاجه خالص، ده بس استريح شويه وخذوا فيديكم وانتم ماشيين. السلام عليكم. اجل انا استاذنكم، ما تشوف شر يا عم. المهم يا عم، عامل الاستراحه عندنا وناشب ولا يبي يطلع. ترى حد سربنا ولعب حسبتنا. والله ياهو فاقع قلبي بعد. أجل يقول لكم يبي مفطح ها؟ حياكم الله على واجبكم. حياكم الله على واجبكم. آجوا 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 أقلطوا. أجل تبون مفطح ها؟ أركب بديتك. عندنا شباب الكم. ياه شباب الكم يا. يا شباب شوفوا الحين الحين يبي يصن بوكس يطلق عليه ويقتله. يا بي يسكت خلنا نتابع الفيلم. مو عرفك يا كفته ما تعرف حركات تركي، يذاكر الفيلم في البيت ويجي يسمعه عندنا. يا شباب شفتوا؟ قسما بالله اني شايف الفيلم مره واحده بس وانا في النوم. هذا وانت بك نوم وش عاد لكم صحصح؟ اصلا معاهم مسدسات يعني اكيد بيطلقوا على بعض. اوه قفطك كفته والكفاتي. يا جماعه أنا رجل سينمائي، سينمائي افهم يا درجة وياه. السلام عليكم. السلام. يجي فيفا 20. والله إنك ذيبان. أخيرا نزل في السوق وجبت لكم. يعني في طحن وتكسير راس. أنا أول من يلعب. أقول لك سرينا كمان من واحد يلعب. أنا أقول لك ألعب أنا وياسر والفايز يبارك. هاي هاي عيال شيكم عيال، ترى في فيلم خلنا نكمله يا جماعة. ترى الفيلم هذا ماخذ تقييم في السينما العالمية 9.9. يا فقي بلا بوينت بلا كلام فاضي في 20. الظهر ما عاد به فيلم ولا أخوك. هاي إيش بالدفاع كذا مرة سيء؟ شوف فانداك كأنه أحمد عسيري. يعني أحمد عسيري انتقل إلى ريفلفول. بالله أنت كفى لعد تشارك. المشكلة اللعب كله صار بطيء. شوف ميسي يلا يلا يركض كأنه بيعتزل. بدأ شغلة محنكين، كل واحد يقيم اللعبة. أقول يلعب أنت ساكت ولا؟ عامل حبيبي الشباب في الاستراحة جايبين لهم فيفا 20 وفالينها وقاعدين يلعبون. ولا ندوك ما ندوك يا ابن الحلال. واضحة واضحة ما يبونك ما يبونك يا ابن الحلال. حبيت أبلغك أنا ترى ماني بنمام. لا لا بطيء بطيء هذا أحمد الفتاح بطيء مرة. حكم يا ابوي فاول ذا. حلال اركض زين انت تكفى. ينزل الفيفا الجديد وتشترونه ولا تعلموني.
خايف اجلدك يا ورع انت وياه. وصل 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 مالك بلاي ستيشن. جاكم جلادكم يا ويكم ويلاه. كم يا ورع؟ زي ما اتفقنا 3-0 تنتهي المباراة وتسلم اليد اللي بعدك، اوكي؟ عطه بدري عليك. القم. قرب قرب قرب. وهذا الثاني. بدل عليك. عطى دزها. ايه هيا. جيبوا لي غيره. وثلاثة زيرو. وجيبوا لي غيره. وش فيك يا ياسر؟ سواك شوربه في الملعب رايح جاي رايح جاي، وراك انت ما عندك حارس. الضعيف هم دايب العريق اللي انهزم. يلا يا السور معليش تعيش وتاكل غيرها، الزاوية تنتظرك. زاوية زاوية حبيبي. يلا 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 يلا. شكش. مرحبا امبو. ما عليك يا ياسر، هاخذ حقك ازهمها. اخس. اقول اختر فريقك ولا يكثر. ها لا يكثر. كفو كفو يا شكش. ذا معك ذا معك. عطى عطى. اها اها واها. هل تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن؟ اجل وقفك عند حدك يا عامر. ما ظنتي هذا ولد عمي ملك بلاي ستيشن يا وليدي. خارج العب. بل 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 بل. ايش اللي قاعد يصير لنا يا رب؟ ايش قاعد تشوف انت؟ حبيبي على الاستراحة اشتري سلة فيفا جديد 20. اها اها. تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن انت؟ العب العب العب. هنا تحدي بالاستراحة، تفهم ولا ما تفهم؟ والله عاتك يا طحن ايش يفكك. اقسم بالله حماس حماس لين التباس. هذا ابو تريكة حبيبي مسوي تغطية في السناب شات. كب بالله يجي ولا ما يجي؟ يمين بالله يجي. حماس لين التباس اقول لك. تدري ليش خليتك تسجل هدف بالبداية؟ لاني ما ابيها تنتهي 3-0، ابيها تنتهي كذا. اعوذ بالله النتيجه. معليش والله معليش ما قدرت اكتب والله. طلعت غصب خصم وصاريني طلعت مع ثاني. يا اخي وش سويت فيه وش سويت فيه؟ بس انت ابن الحلال المقدمه تجي المباراه هذه ولا عداد كهرب؟ عداد كهرب نتفك. اسمع لا تهايط مره ثانيه. كفتة فيك حيل تلعب؟ لا 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 أصلاً أنا ما أحب الألعاب تضرني لأنها تضرني. أنا تضرني يا جمال يا خواف يا زيامة. قم يا ورع ايش فيك جالس؟ قم سريع سريع حبيبي. يلا حبيبي. يا ابو 13 فقير. سلام يا أمي. لا سلام ولا كلام. إيش فيك؟
ليش يا ولدي كذا؟ ليش؟ ايش سويت عشان تسوي كذا؟ ايش سويت؟ انا ايش قصرت معك؟ تعليم وعلمتك احسن تعليم، مدارس دخلتك احسن مدارس، ما في شيء بينقصك الا بجيب لك هو، واخرتها كذا؟ ايش هو اللي كذا؟ انت سمعت عني حاجه؟ 13 يا مفتري، تخسر ب 13؟ لو 3 اقول هين، ما تستحي. ايش الناس ايش تبغاهم يقولوا عنك؟ طب عني ايش تبغى الناس يقولوا عني؟ 13 راحت، 13 جات، ولا ها نسيت تعزم 13؟ شايف ده البلاي ستيشن؟ انت محروم منه، الين ترجع بتاري من ده الواد عامر، مفهوم؟ يا فاشل يا ابو 13، يا ليل الليل حبيبي، قول لي سألك بالاستراحة البارح. الله يمتحن تركي ويمتحن السناب ويمتحن بلاي ستيشن ويمتحنكم كلكم. واو انك فاشل، ترى اللعب فوز وخساره بس مو ب 13. يا ابوي اسمع، اي عامر ده اصلا خرده وما يعرف يلعب، يلعب على النفسيه ويشتت تركيزك، واذا تشتت تركيزك يفوز. هراء وكلام مفقع. تبغى اثبت لك هذا الكلام؟ اثبت. تسوي كل اللي اقول لك عليه. ماتك كلام. بلنتي، يلا الحين تلقم. باين اني حضيع بحكم التوتر الملحوظ في وجهك يا عامر. لا يا شيخ. سكش، بالله حط اليد، اتحدى يجيبه، حط اليد. ايه ايه يا خردة، يلا سجل يا قوي. يا سمك، يا دلخ، شريك انت الحين الباب العارضه من هنا للبتحه وضيعها تسكب بخشه العارس. حتى انت قلبت تركي، انا اوريك. العب 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 الحين، انا اوريك. اتوتر اتوتر ابو تاقيه يا عيال. اقول العب الميدان يا حميدان، لا تصارخ انت، يا العب العب اذا كنت رجال. يا عيال يا شباب، شوفوا عامر انصرخ بسبعة في الفيفا. الله لا يفضحنا، الله لا يفضحنا. حسبي الله عليكم، لحتى ولد عمي. ايه اهدى من كذا، اصلا عيال الحارة يسموني ملك الفيفا، وهذا ما فاز علي الا علشان نلعب بندية سعودية. حبيبي ملك الفيفا هناك في بيتكم مو هنا. ايه كلنا نعرف نلعب، ما حدا احسن من احد. ابو طاقية، أنا دائما أهزمك بس ما تمهيز زيك، ملك الفيفا وملك الفيفا. أسري إيه، لا تهايط، تفهم ولا ما تفهم؟ يا عيال، هي هي هي، إيش فيكم؟ اهدوا شوي. ها شوفوا، أنا عندي حل. إيش رايكم ننظم بطولة فيفا هنا عندنا في الاستراحة، ونخلي عيال الحارة كلهم يشاركون فيها، والبطل نطلق عليه لقب ملك الفيفا. ومن اللي بينظمها؟ أنا. وأنا بنظم معك. تمام. الآن خلونا ندخل على الموضوع الأهم واللي هو التكتيكات. طيب يا شباب، أنا عندي التكتيكات اللي ألعب فيها 4 تكتيكات. أول تكتيك هذه في الناحية الدفاعية، إذا أبغى أقفل الملعب تماماً ألعب هذه الخطة، دروب باك الويدث 4 الديب 3. شو تسوي؟ قاعد أذاكر أشوف مقاطع مساعد الدوسري وعبد العزيز الشهري عشان أصير زيهم وأخذ البطولة. والله لو تذاكر من اليوم إلى بكرة ما راح تصير زيهم. طب ليش؟ هم عندهم تشكيلات خاصة تعبانين عليها ويلعبون ايكونت، عندهم كرة اسطورية، وانا عندي اسلوب لعب خاص ويفوزني باي تشكيلة. والله انك من جنبه توصل المرمى مربع اكس مرت شلهوب تنقطع منك وترقم جول. ايه لا تتكلم على الشلهوب، يلا راح العب بلاي ستيشن. يلا ذاكر ذاكر. انتم ما تعرفون النظام، ما عاد يفهم فيكم. قسما بالله اما اصلك البلاي ستيشن والغي البطوله. ايش فيكم انتم؟ ترى كلها واحد على فكره، يعني كلكم بتشاركون وكلنا بيختار فريقه. لا يا شيخ، طب وش يضمن لي ان اللي قبلي يمكن يختار فريقي ويروح علي؟ بعدين ايش معنى يعني؟ ايش معنى هذا بتيشيرت احمر قدام وانا جاي قبله واطول منه كمان؟ اهو
بموت ايش دخل؟ ايه زبدة الكلام، برشلونة ما حد يلعب فيه الا انا. برشلونة حقي. لا يا شيخ، برشلونة حقي ما حد ياخذه يا عيال. انا الاول، يا رب يجيني برشلونة واقهرهم. ها بديت ولا لا يا عيال؟ فريق يوفنتوس لا حد ياخذه. عزوز يا رب. تشيلسي حق الله فيه يا شيخ، حق الله في نفسك. هدوء، قسم بالله هنتكلم يا ويله كلكم برا. اسحب انت وجهك، لا تكسر الطاوله علينا. ياسر يا الله يا رب. فوضى هنا. ارسنال عز الله افلحنا. ترى ابغى بقصك انت بالذات، انت ترى والله كل ما اتكلم انا هنا الرئيس. اسحب انت وجهك. خليفه يا رب يا رب اليوفي يا رب. خلاص نزلها يا اخوي، تدري دوري انا، ترضى اخذ دورك؟ بايرن ميونخ كفو وربي يطحنكم رايح جاي. مسحب سلطان. ليفربول يس. شكوش يا رب برشلونة. شوف الحين ريال مدريد. أبو زيد تغير. غبي انت، هذا الملكي. ملكي مين؟ ايام كريستيانو كان ملكي، دحين ابو كلب غير. عبسي انت واللي جنبك ذا، ترى بشوتكم برا. بف ريال مدريد ريال مدريد. لا تكسر الطاولة شوي شوي. سعد سم ميلان الى الهزيمه والحافظ الله. على كيفكم انتم، كل مو بعاجبه الفريق. هذه قلعه فيها احترام. اسحب كفته. كفته ابو الكفاتي. برشلونة يا قلت لكم من برشلونة حقي. أبوك يرحم شاريه أبوك النادي تلايط. اسحب عامر. عامر الفتى الذهبي. مانشستر كفو بيض الله وجهك. طيب تعال مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفق. اركض بديتك. احنا شباب البوم. يا شباب البوم يا
عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو، بيض الله وجهك. طيب تعال، مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفقك. كأنهم بدأوا يدون علينا يا صالح. مشى. اسحب. مساك الله بالخير طال عمرك. الحقيقه انا جاي عشان بس افاتحك في موضوع، يعني خل مواضيعك لك اكيد اذا كانت قصيده ترى الله الغني عنها، ترى ما بيها. تفضل. لا لا يا طويل العمر، هي مي بقصيده، هي حقيقه هي فكره. عطنا اللي عندك يلا خلص. احنا منظمين بطوله. اقول هالحين ما تخافون الله فيني؟ شايفين بردقان وتفاح وموز قدامي، وين الكمثرى؟ الكمثرى وين هي؟ انتم عارفين اني اشتهي الكمثرى، تكتر سعقولك عليها، جيبوه. سم سم طلع. اي تفضل. زاد فضلك طال عمرك، احنا الحقيقه منظمين بطوله البلاي ستيشن. اقول وش ذا الغته؟ وش ذا الكتمه؟ هو بتنا حر؟ انتم ورا ما تشغلون مكيفات ولا ترفعون عليها زياده بس؟ بتنا احترينا شوي. سم. اي تفضل قل وش عندك؟ الله يزيد فضلك. احنا الحقيقه يعني منظمين بطوله بلاي ستيشن، ويشرفنا انك تكون معنا. والمطلوب مني يعني تبغاني اصير حكم؟ اتفضل. لا 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 يا طويل العمر، احنا نبيك تكون يعني راعي للبطوله. اي كل راعي مسؤول عن رعيته ما في شك، وعز الله انها فكره مهي بشينه، ولكن بشرط اني ان شاء الله باذن الله بحضر النهائي وبصرف مكافاه من عندي للفائز الاول 10,000 ريال عدا ونقدا. اي بس ما نبي نذب فلوسنا من الباب للطاقه في الشارع، لا، نبيكم ترزون لي كرسي في المنصه. ايه والكرسي هذا يكون يعني مكانتي محفول مكفول وتصوير واشياء يعني ترفع من شان الواحد اذا جاي يحضر النهائي. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، عز الله انك شيخ ابن شيخ يا طويل العمر. ابشر، ما طلبت شيء، هذه قبل لي. اي خلاص بس اخوك لا تقعد تهايط. ها اقول اخبار القرود اللي في الطائف؟ عساكم ان شاء الله جبتوهم، انا حاجز 5 في قفص. جبنا. اي زين الحمد لله. اقول لا تسوي خوي اللي الله يحفظك، انت قلت اللي عندك توكل على الله. وش اخباركم طيبين؟ كيف صحتكم؟ يا هلا والله وسهلا فيكم. تكفى يا ولد العم، ضبطني. ابي اسنعكس، ما اقدر اغير فريقك. لا تغير فريقي، بس ضبطني بقرعه المباريات. شلون؟ انا اعلمك. حطني مع اللعيبه اللي من جنبها اللي ما يعرفون يلعبون، واي واحد قوي وخر عن طريقي اللي انا واصل المباراه النهائيه. شلون زينه ذي يا حبيبي؟ سهله. شفت الكور هذه حقت القرعه؟ حط كورتين بالثلاجه والباقي برا الثلاجه. عصيره ولا قرعه؟ لا يا حبيبي وش عصيره. اسمع ركز بي، اسمي واسم كفته حطهم بالثلاجه والباقيين برا الثلاجه. لا جيت تسوي القرعه وانت تلف يدك تحسحس البروده تلقى كفته وانا ونصير مع بعض، وش رايك؟ اخس والله انت نمس وملكع. توك ما شفت شيء. خلاص تم. يلا دزها على الثلاجة. يا رب افوز. الحين نبي نعرف من هو الزبيل الثاني. نظام البطولة خروج المغلوب. يا شباب ارجوكم قبل ما تتم عملية سحب القرعة، اسمحوا لي اقدم لكم راعي هذه البطولة واللي راح يقوم بسحب القرعة الآن وبنفسه. الشيخ أبو طلال. حي أبو طلال، 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 حي أبو طلال. أيوة أيوة. أشكركم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله سيتم افتتاح بطولة الفيفا في استراحتكم العامرة. أرجوكم وأعلن بأنه سيتم
منح الفائز الأول بهذه البطولة مبلغ وقدره 10,000 ريال. كفو! حي المطارات! 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 أشكركم، يعطيكم العافية، وسيبدأ السحب القرعة الآن. تفضل. استنى طال عمرك. نشوف اللاعب الأول. تقرأ طال عمرك ولا؟ لا تفضل اقرأ. اللاعب الأول في هذه البطولة عامر. أنا. طال عمرك نشوف اللاعب الثاني. إن شاء الله. تفضل. لاعب ياسر. يا شباب يا عيال، إيش فيكم أنتم؟ مباراة صعبة وقوية من البداية، وأكيد راح نخسر لاعب كبير مع الأسف. مع الأسف ولا مع السلامة؟ يا حليلة، ممتاز. ومثل ما قلنا لكم يا أخوان، أنا أبيكم تأخذوا راحتكم في استراحتكم أبداً، والأمور طيبة، وأنا إن شاء الله كل عقب عصر إلى بعد المغرب أنا حولكم في ذي. أي استفسار أو أي سؤال من أي أحد منكم أنا حاضر أجاوبكم عليه. لا تشيلون هم، والدراهم بعد أفع عليكم، الدراهم إنا دافعينها دافعينها، لا تشيلون همها أبد. أهم شيء التكسير والتمزيع. طال عمرك ما في تكسير وتمزيع، هذا بلاي ستيشن. بلاي ستيشن ولا كيرم؟ بس يا مفرح بس. على نخرتي انت. على نخرتك ولا مسحت نخرتك بذي؟ يلا توكلنا على الله. سب. شكرا طال عمرك. تفقع عيال. والحين خلونا نشوف التعليمات قبل ما تبدا البطوله. زين يا عامر، ركز على الاول. ممنوع، شوف، ممنوع تغيير الفريق. يعني تلعب في نفس الفريق اللي جالك في القرعه. اثنين، تعديل التشكيله واعدادات اليد فقط باول المباراه وبين الشوطين. ستارت. احد يضغط ستارت في نص الجيم ولا اللعبة؟ شايف يا شوكوش؟ ترى طرد على طول. أربعة، ممنوع الاحتفال والرقص وإعادة الهدف. خمسة، ممنوع الأكل والشرب، سامع مني يا كفتة، أثناء اللعب. أوكي؟ أوكي. يلا هات وياه وابدأوا. حبيبي إيش اللي نبدأ حبيبي؟ إيش الغش اللي قاعد يصير هنا؟ إيش السطو على حقوق الآخرين اللي قاعد يحصل هنا؟ هو أهدى أهدى يا بحقوق إنسان إنت، ليه غش؟ حبيبي هزاري، اللاعب هذا أعرف معايا في الفريق، كيف صار معاك زي كيف؟ يا فجي، الآدم انتقل من تشيلسي ودحين عندنا في ريال مدريد. أقول لكم، بطلت لكم لعب، لازم اللاعب هذا يجي معايا ولا بطلت. تبدأ ولا أصلخك بطرد من البطولة ويفوز شوكوش، تراي أنا المشرف بذا. خايب ها؟ أبدا لعب، أنا أنتقم منكم يا ظلمة. يا خردة، خايف؟ ألعب ألعب. حطه، روح عطه روح، عطه روح. وش المباراة الملل لك ساعة؟ عطه روح عطه روح يا أخي، حنا الحين في نهاية الشوط الثاني ولا هدف جبتوا. مالك دخل تركي، ترى هاي تنحسب سب. عامل انتبه انتبه، ترى بعطيك انذار شفوي. ألقم جحفلي. تعال، ايش دخل جحفري؟ الحين مباراة بين مانشستر يونايتد وارسنال، تقول جحفري؟ لا يا شيخ، زيكم النصراوية، إذا فاز النصر على الهلال تقولون أوراوا وسدني. ياس! ياس! حبيبي، اللي فاز وشك تحتفل؟ لأن الشيخ أبو طلال قال إني بنهزم 10،
بس انا الحمد لله انهزمت 9 بس. التسعة اخت العشرة بقعد صوعك الفاخر. ايش دخلك؟ انا المرافق الشخصي الراعي البطولة ابو طلال. الله يطول بعمره. يقول لك المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه، ليه مطلع ميسي احتياط؟ هذه خطة عشان استفيد منه الشوط الثاني. عشان بثلك الخايس انكم الثالث. سلام عليكم طال عمرك، الله ما يرضى بالظلم، وانا الصراحة انظلمت. انظلمت؟ راح للمحكمة. طويل العمر اختاروا لي فريق، والله انا ما اعرف العب فيه، فريق سيء طال عمرك، وخرجت من البطولة. ادم خرجت صك الماء وراك. والله شوف من راعي البطولة تعرف انه ابو هلال بتفرعنين مسوين فيها مريشين، خلف الله على البطولة. وش تقول يا الفاخر؟ اقول ما في مفرحات، يعني فلوس 100-200 عشان والله انجرحت. تنجرحت؟ اذا انجرحت حط لزقه. ما في مفرحات؟ الحقيقة كفتة سواها وقلب الطاولة على خشتك. ياهو رومنتادا. أقول أسكت لا قوم أتوطب بطنك، لعبك يغبن وتراك محظوظ. عمك مسي جلدك سوبر هاتريك. ألقم بدري عليك يا ورع. والله إنك محظوظ وعامل للنهائي. كفتة للنهائي. مستعدين؟ باجن دقيقة ونبدأ. أصبر وراك عجل، خلنا نضبط أمورنا. طبعاً يا طويل العمر والكلام للجميع، استطاع اللاعب عامر واللاعب كفتة الوصول للنهائي. طبعاً وصلوا للنهائي بعد مشوار حافل وقوي في البطولة، والآن الليلة سنعرف من سيفوز ب10,000 ريال. عشر آلاف أيوة. كفتة عندك تصريح تبي تقوله؟ أنا ما لي بالتصاريح، أنا بس أجلد في الميدان. معليش الحبيب ما سمعتك، وش قلت؟ أنا أجلد في الميدان. تجلد بالميدان. اسمع، لولا حضور الشيخ والموجودين ولا كان لعبت معك برجلي. قال ايش؟ قال اجلد بالميدان. يا شيخ بالعاده افوز عليه بالاستراحه 8-10-12، بس علشانك موجوده برحمه بفوز 5. أقول يلا الله يحفظك، شوف شغلك بس. السم أبشر. كنا زبدلي. لا يعني شطف الجبهة بس. وش سوي الحين؟ ألعب؟ إيه ألعب عادي. طيب. هيا هيا بس ألعب. ليش؟ مستعجل على هزيمتك يا ورع؟ وش ذا؟ ليش الدفاع ما يقطع كورة؟ العب وانت ساكت يا حكم. ابى احط ستارت، ابغى غير المدافع ذا. يا عامر احترم قوانين البطولة، انا قايل لك قبل كذا التغيير يا قبل المباراة ولا بين الشوطين. ممنوع ستارت وباسط مباراة. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة وعموري ما ترحمونه سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة وعموري لا ترحمونه سهر الليل يا ابو تلاتة. هو الرابع. قال ايه؟ العب برجولي.
4-0-4. تبي الصدق يا عامر؟ النتيجة قوية، لو اني منك رحت بيتنا رجلية. رجلية ولا يدية؟ تكفون يا عيال، والله في شيء غلط بحط ستارت. عامر لو سمحت، انت عارف من قبل البطولة انه الستارت ممنوع. عاد اسمعوا يا شباب، لو كفته جاب الخامس انا راح ادبل المكافأة 20,000 ريال. ما هو 20,000 ريال يا حبيبي يا شيخ ابو طلال، اجيب له الخامس والسادس. يا عيال حط ستارت، والقانون يقول اي واحد يحط ستارت مهزوم، صح ولا؟ ما دام كفته حط ستارت اجل الفائز عامر. هلا والله بالشغالة البطلة، أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي، مرحبا الساح. مرحبا الساح يا أبويا. أكيد بديتك الشغالة البطلة، بهالمناسبة هذه تنزل لي سحلة أغنية. أوكي. خمس الحواسي سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكن في قلبي سنين. وخمس الحواسي سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله، فاشينيستا دي ما هي شغالة، ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي، خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ اقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال وين وديها؟ انا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلام امك، وديها وديها. وانت صادق يبا، وعليها ضمان 3 شهور، يعني اذا بزوطت نقدر نرجعها. متاكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم، فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدامي امشي. اسمعي يا ابو عامر، شغالة وجبنا هلت، بس اسمعي، انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمتي الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك، تبي شغاله مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ ميري حوادث الطرق. وضحايا حوادث الطرق. مير عامر شفت ميري؟ لا ما شفتها، صار لي ساعه ادور عليها، وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني اخذت عفشها وهجت. هو يلا خلصينا، نظفيها زين، نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر، بس نظفيها ولا خلاص نظفتها. روح جيبي المكنسة ونظفي السيارة من داخل. طيب طيب بابا طيب طيب طيب. وش بلاش انت تنسى زعلانة؟ ما شاء الله ما شاء الله، كارفها من الصبح يبا. اي طبعا نكرفها، انا ابيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. كفو والله يا ام عامر، في هذا حللنا 20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبقى 1,500 راتبها. وصاد ابوك
خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين. نظفي فوق. اللوحة اللوحة. اللوحة تحت. كفو والله. ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك. أبيك تخلينا معك على طول. أي وقت نحتاجك نكلمك. مفهوم؟ مفهوم ماما. ميري وين طاقيتي المذهبة اللي أعطتك إياها اليوم؟ بسرعة جبيها يلا خلص علي. ممتاز ممتاز. إيه دائما كذا. لا تغسلينها بكلوركس. يروح الصفار كله، أوكي؟ أنت ممتازة. خليك كذا على دايم، أوكي؟ يعطيك العافية، شكراً. إيش عندك مع الشغالة؟ أبد، قلت لها وين طاقيتي؟ وجابتها لي. ومين قال لك أصلاً تتكلم معاها؟ ما كلمتها، أرسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل. رسائل واتس، مو بالسناب وغيره. لا ما شاء الله، صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك، سامع ولا لا؟ أقلب الدنيا على راسك. أبوك الغيرة. ميري حسوي معاكم ستريبس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض لبن سايل ميري الاسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. القابله عندنا ضيوف ابيك تنظفين المجلس وتبخرينه. مين قايله؟ انا ما في قول ممكن نفر ثاني. اقول القابله ما تفهمين انت؟ مين قول؟ ولا انا ما في قول. مشعل يا مشعل. ايوه ايش في يا خالي؟ اتصل بعامر يجي ياخذها يوديها للمكتب ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما في مشكله وادي المكتب انا ما في قول. لحظه قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. أحس إن المستيشن فيها شيء. أقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما أصرف أنا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. أوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مرة ها؟ يا رجال فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامه. يلا يا عيال بعد اذنكم بروح اودي الخدام المكتب. يعني منسحب من المباراه. فين التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج. ما تسمعني قبل شويه اكلمها لي؟ يعني الخدام اهم مني؟ اي اهم منك. زبدله. نطف الجبا. عادي اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ تخلوني اركز. وراي شغل وراي شغل وراي خدمات الغيرة افتشهم. اوف عمى. شو السالفة؟ ابوك قال للشغالة القابلة وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي. لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو تراسل ولدي قليله الحياه؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد. انا علمت الخدام المصطلحات العربيه النجديه الاصيله وبقت تمام التمام. طيب وش تثبت لي؟ وقف الأثر أم سيان الزبلة أمهق ولد دبشة قمقها. ها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة.
رجع. تعالي نظفي الصالة والبيت، أم سعد جارتنا بتجي بكرة. ميري سوي لي عشاء، حطي نواشف وسوي شكشوكة، بس لا تكثرين البصل، أوكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كيفكم عامر؟ لو اني دارية انك جايبة شغالة ما كنت جبت شغالتي معي. وانا لو دارية انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسة هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. يا راس بالي بيد الخد يا طوين حراير من ضراء. وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حطي الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات تطعم برا. هذا البي داخل البي عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي، بس اللي طابخه ميري. ميري أهم شيء، لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخها أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخها أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه؟ بابا انت خلاه ما في هورما اطلع برا. ايه صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خليه يشيلهم. يلا عامر. عموري. عموري ولا العابد اخلص وش تبين؟ طفش ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس من اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها، دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وما اخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعالي يا ميري، تعالي زي التمر انا وياس. تعالي يلا الحين ابحني، انا بروح الاستراحه وانتي زين المنتو اللي يغمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذه وتكنزينه بالفليزر لانه مزبل على رمضان الله يشرفه. ايوه انا مالهم كله بابا. لا تفرملين شيل هذا خلصيني. عجيب والله. جات ام سعد جايبتي شغلتها وياها. ها ايه عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والبرحي والخلاص مع بعض كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح إلين ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك. 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان، وانت متعود دائما اصكك 3-4. غريبة واحد عليك صح؟
بتشوف الحين بجيب التعادل. وإذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبصكك. ألو. طيب خلاص خلوها تجهز أغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد، أبروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ، وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع، هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوها من كرسوها. اتخذت التمر السكري مع خلاص. انت شو الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم، انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها، اكبخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها، رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش هتقول انت؟ يا حاج الخدامه دي عندها بنود في العقد، يعني اديك امثله مثلا. 1 لازم تشتغل 12 ساعة في اليوم، لازم في الأسبوع يوم إجازة، و3 وأهم شيء لازم تلتزم بمهامها كخدامة، مثلا يا حاج أنت قاعد تخليها تغسل السيارة، لا يا شيخ، و4 فطور وغدا وعشاء، 5 يوم إجازتها لازم إنترنت وتسهلوا لها التواصل مع زوجها، 6 في أوقات راحتها توفروا لها تلفزيون، ويفضل HD طبعا. ما يمدي تدبرني أصير خدامة؟ اوه هاي الزباين، انا وين بلقى هذا منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا. يلا شيل شنطه ودي فوق غرفه. اوكي عجيب والله. وراها عليك يبا. وراها عليك، شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش أسوي؟ أتحملها دافع فيها 20,000. أوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي بيجوني حريم أبيك تساعديني. أنا دوام ساعة 8 الصبح والهين ساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص أنا نوم. عجيب والله. خذها الحين ودها المكتب، ما أبيها. يا يما الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا معامر تعوذ من الشيطان. رمضان على الابواب الله يشرفه. وعقب العيد ابشر بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقة. ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشة. ابلش. خلصنا من هالعلة، المرة ما تبيها بالبيت أبد. والله حاج شوف اسمع، احنا اخلينا طرفنا منها، من رأيي كنصيحة يعني، تنقل كفالتها. بعت 9,000 صافي؟ بعيبة، ترى السومة طيبة، أنا رجال انشر راعي، ودراهمي بجيبي. تدري عاد؟ نصيبك. الله يعطيك العافية منيرة، بس عساها تعرف تشتغل. ايه تعرف مدربتها، واي شيء تبينه يوم عامر ابد اتصلي انت تامرين امر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟ هذه يا ابو عامر الشغاله الجديده، منيره ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيره، ونعم بمنيره. نعم بحالك يا ابو عامر. وش لو لقيتيها بسرعه هاي؟ عندي واجد سر المهنة. وانتش عليك يا ابو عامر، المهم انها دبرتها. المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تامر امر على هالف نفس تستاهل. 1-2-3 هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الأسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5,000. 2000 طحلف. 5,000؟ دقيق.
على وين يا ابو عامر؟ أبهج أبى أدور كفيل. أم عامر تبينا فتشة؟ عجيب والله. أركب بديتك. احنا شباب.